مولانا الحجازي، الصوفية شغلتهم عالية وكتبهم هذا، هل نحتفل ولماذا لا نحتفل؟ نعم نحتفل. إعداد هذا صديق الوالد سيدي الأستاذ زين أحمد رفع وزيناب الشيخ الطريق رفع الصوفية، واصف أحمد فاضل كابلي من المملكة العربية السعودية، وزرناه هناك في بيته وعمل حضرة ومولد، وهو زار الوالد أيام مرضه وقبله. المهم يقول إشكالات هنا، إنه يقول من الإشكالات اللي هي يعني اشتبهت على الناس، يقول ان اشكال المعارض هداه الله بعض الالفاظ وادعى انها شركيات، منها قوله العارب بالله امام بوصيري في البرده: يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي. ولا ندري كيف حصل هذا له هذا الاشكال، وكيف لم يتمعن في قول البوصيري، قول امام بوصيري عند حلول الحادث العميمي. وبدورنا نحن نسال القارئ ما هو الحادث العمم العميمي، أي العمم العميمي، أي العمم أي الذي يعم الكون بأسره من إنس وجن، بل وجميع الخلق، فلن يخطر ببال أي إنسان لأن يكون هذا الحادث يوم القيامة. فهو يقول يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشفيع، وبهذا الإيضاح وبعد الإيضاح هذا الإشكال، فأن المراد من قول الإمام البصيري هو طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولذلك ذلك لأنه ليس لنا أحد نلوذ به ونتسل به ونستشفع به لله سوى خير البريء عليه الصلاة والسلام، في هذا ذلك المقام الذي يقول فيه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام: نفسي نفسي، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. وبهذا يظهر أن من استشكله المعارض، ما استشكله المعارض إنما هو بسبب عمي البصر والبصير. نسأل الله الهداية العافية. فماذا تقول؟ هذا هو الكلام اللي كل واحد يقوله. الله. لأنه يوم القيامة الخطب جلل. الله. فالخلق ينفذهم البصر. الله. ويسمعهم الداعي. صح. والأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا انخفاضا ولا ارتفاعا، فيلجمهم العرق. ويسمعهم الداعي، ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يومي. وقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم على إن يوم القيامة الناس يذهبون إلى أبيهم آدم، ثم يذهبون إلى سيدنا نوح، وهكذا إلى أن يصلوا إليه صلى الله عليه وسلم ليظهر فضل وكرم. الناس عندهم علم من الدنيا بكده، ليه ما يروحوا مباشرة يوم القيامة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله بسيدنا محمد. خلاص نايمين من القبر، عميت عليهم الأنباء، وكلهم مشغولين، كل يقول ربي سلم سلم، وكل الأنبياء يقول نفسي نفسي، حتى المسيح يقول لا أسأل عن مريم التي ولدتني. الله. ها؟ وللمسيح فيه روايتين، رواية إنه قال لم يذكر له ذنبا، وفي رواية إنه قال إن اتخذت من دون الله، ومعنى اتخذت يعني عبدت من دون الله. فكلهم يعتذرون لأن هذا المقام للرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والملوك ما عندهاش لا عسى ولا لعل، فالكلام محقق كما قال في بني النضير: عسى ربكم أن يرحمكم. صح. وكان من رحمته بهم أنهم كانوا إلى الجلاء ولم يكن عليهم القتل كما حدث لبني عريضة وبني قينقاع. هو بس حتى الفياض يقدر يشاركنا الدكتور، هو ليش عفوا البوصيري قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به؟ الناس زعلوا عليها، سواك عند حلول الحادث. أنت قلت أن الشفاعة يوم القيامة، مو عدل؟ يعني هو ما في اشكال، ما في اشكال. هم بيقولوا ما لا ما لي من الوذ به سواه، بيقولوا ليش ما يلوذ بالله؟ ازاي ما معنى اللو واللواذ؟ كويس، يتسللون منكم لواذا واحدا بعد الاخر. فالناس كلها ما بتجتمع الا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فين هم حيجتمعوا بالله عز وجل؟ صح. هو في هذا الموقف لسه بدا، الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجعون. لسه ما نزل لا الملائكه ولا الباري جل جلاله.
فهم بيذهبوا على طول الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وانا قلت مره لعبد الرحمن عبد الخالق في هذا الكلام لما قال بقول له بيقول فان من جودك الدنيا ضررنا من علمك عن اللوح والقلم، قال هو الاشكال في من، اذا كانت للتبعيد يبقى معناها كفر، واذا كانت للبيان ما فيها شيء. قلت له هذا النظ لا يحتمل الشرع، الكلام ينظم يحفظ ويشرح ليفهم، فدي مهمه الشارع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا سيدي قناوي سبحان الله عمرك طويل. توني بقول لك عن هاي الثانيه من علومك علم اللوح والحجر، مجنن الناس الناس كلها، حتى يا من الوالد شرحها 100 مره بالدرس. ومن علوم هي وهذه يا اكرم الخلق علم اللوح. اي والله وايد زعلانين منها على حدث مضاف من علوم، بس هم الناس كلها يحبون العبد يخاطب ربه، ما يحبوا يخاطب الانبياء والاولياء الصوفيه وغيرهم. شكرا، صح لسانك سيدي الحجاز الدسوق.